ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا مليح. اليوم درت لو ميناج، لقيت كاع لي بارابلوي تاوعي تاع ليفيغ تاع الولاد مهبسين مكسرين. هي جاتني في راسي وقلت قست الحديد، باغ كونت خليت الكتان. شوفوا راني حليت الكتان الأمهات، هذا الفيديو خاصة للأمهات ولا الشابات اللي يديرو الصبيغة. شو هي بارابلوي، راني حليتها، خليت لها لي زاطاش نتاعها هكا. وحده تبغي دير صباغه ولا على حساب لوكو، ولا الولاد الصغار هكا يحسنوا، ولا اون بليس امبيرميابل، ميم ديري صباغه ولا ما كيما نقولوا القش تاعك ما يطاشاش. ان شاء الله يعجبكم هذا لاستيس وديروا البارطاج. عجبتها هذه اللي دي دير بارطاج. هاي تاني هذه وحده زوجه، هذه ان شاء الله قلت نديرها طابليه الكوزينه ان شاء الله يكون عندنا الوقت. شوفوا ها باغي، ها عندكم هاي باش نوريكم. هاي غير بارابلوي تقولوا حاجه واعره سهله. هاي غير هنايا حلوا غير الجهه، حلوا ها الخياطه، حلوا الخياطه وخلوا لي زاطاش، هادو لي زاطاش تاعها باش ناطاشو لو كولي. تبغي ديرها للصبيغه ولا لحسن الولاد الصغار كي اللي يحسنوا. هيا هذا مكان ان شاء الله يعجبكم يعجبكم هذه ليدي الفكره وبارطاجوها لي. هيا السلام عليكم.